السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين حافظ الرادي وين يخرج بمقال، يعني هو مقال رأي حافظ الرادي في الكاف والكان وما بينهما، يعني من كما كان متوقع تم تأجيل موعد إجراء البطولة كأس أمم إفريقيا من الصيف إلى الشتاء 2025-2026، يعني من غادي تبدأ 21 ديسمبر تكمل 18 جانفي. يعني ما غادي يضروا اللعابة، كاين خاطر كاين بزاف غادي يدخلوا في عطلة تاع باباهم نوال، يعني اللي جوار وكلش في اوروبا وكلش في باباهم نوال، فما يدخلوا فيها يعني. وان البطوله كاس امم افريقيا وتاريخ الغير المألوف من 21 ديسمبر الى 18 من شهر جانفي، بعد ان كانت تنظم بين منتصف جانفي ومنتصف فيفري على غرار دورتين السابقتين في الكاميرون والكوتيفوار. كما تم تأجيل نهائيات كأس أمم إفريقيا سيدات المقررة في المغرب بسنة كاملة وإجراؤها صيف 2025 بدل من صيف المقبل، دون أن يكون للأفارقة موقف أو لا رأي كما جرت العادة، وكأن الأمر لا يعنيهم، حيث اكتفى الاتحاد الإفريقي يعني بمنشورات مشاورة كانت شاقة مع الفيفا والاتحاد الأوروبي والرابطة الأندية الأوروبية، التي ستجد نفسها مضطرة للاستغناء عن لاعبيها الأفارقة في الفترة الغير المعتادة. يعني نقول والله لا الله يسهل، انا تبان لي بلي اجلوا تاع كاس افريقيا تاع النساء باش يخلوها لسي الملاعب تاع اللي غادي يكونوا جاهزين للمغرب، وما نعرف انا هكا نشوف وما نعرف. وين الجانب المغربي كان يسعى لتنظيم البطوله صيف 2025 حتى يضمن حضور جماهيري كبير والتسويق للسياحه التي يعتمد عليها الاقتصاد البلاد، لكن برنامج المونديال الانديه من طرف الفيفا من 25 جوان الى 15 جويليه اخلط الاوراق، خاصه بعد ان رفضت الفيفا والاتحاد الاوروبي والرابطه الانديه الاوروبيه تنظيم بطوله من 15 جويليه الى 14 اوت لاستحاله اجراء بطولتين دوليتين متتاليتين قبل ان يتم الموافقه، يعني من الموافقة على التوفيق على تاريخ يحترم يعني الاتحاد الأوروبي لأحد جولات دور أبطال بصيف يعني جديد نهاية شهر جانفي. أما قرار تأجيل البطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات المقررة في المغرب بسنة كاملة فلم يجد يعني لم له متتبعون تفسير او تبرير واضح، ما عندهاش، نقولوا بلي عندها اهميه عندهم بصح ما انا تبليت عن اجلوها في الصيف، غادي يديروها في الصيف يعني ما غادي تضر حتى واحد. الموعد الجديد لنهايه كاس امم افريقيا يعني المقبله اثر حافظه يعني بعض الاتحادات الاوروبيه وانديتها والتي ستكون مضطره لتصريح لاعبين افارقه بدايه من ديسمبر قبل ان ينتهي مرحلة الذهاب ومضطرة للعودة إلى أجواء المنافسة بعد ميراكلو الشتوي دون لاعبيها الأفارقة، وتكون الأندية الإنجليزية الأكثر تأثر بسبب حرمانها من لاعبيها أثناء مباريات يعني دون إغفال تأثير ذلك على لياقة اللاعبين وصحتهم ومردودهم بسبب كثرة المباريات وعدم استفادتهم من فترة الراحة الشتوية وأعياد نهاية السنة التي تعود عليها منذ عشرات السنين. وما دروك حيث كانت البطولة تنظم بين منتصف جانفي ومنتصف فيفري. الموعد الجديد للبطولة كأس أمم إفريقيا ينتظر أن يثير ردود فعل آخر معارضة في إفريقيا، خاصة لدى الاتحادات الإفريقية العربية
وأن يضع الفيفا والاتحاد القطري في موقف حرج بخصوص يعني كأس العرب فيفا 2025 والتي تقرر وأن تقرر تنظيمها في الدوحة خلال نفس الفترة، ما يفرض تأجيلها أو يعني إجراؤها من دون لاعبين دوليين للمنتخبات مصر، الجزائر، تونس، ليبيا، السودان الذين ينشطون المغرب والذين ينشطون في مختلف الدوريات العربية، ويفقد كأس العرب بارقها وقيمتها ومستواها والذي ظهر به في النسخة الماضية والتي جرت شهر ديسمبر 2021 قبل سنة يعني من مونديال قطر. صح في ذاك الوقت ما كانوش كاين، احنا لعبنا بلاعبين دوليين توانا، المنتخب الوطني لعب بلاعبين، لعب بنبولحي، لعب بالعمري، لعب بلايلي، ابراهيمي، بونجاح، كاين منتخبات اللي ما لعبوش باللعاب، لعبوا بالفريق محلي، يعني كاين منتخبات اللي لعبوا فريق محلي تاعهم ولعبوا لاعبين تاعهم، كيما قطر لعبت باللعابه تاعها دوليين، السعوديه صح ما شاركتش باللعابه تاعها وقيله ولا ما شاركتش، وقيله ما شاركوش وقيله، لكن المنتخبات الاخرى يعني لعبوا نورمال. هذاك حنا لعبنا بخمسه ولا سته لاعبين دوليين، لعبنا بندبكه سته، لعبنا والارت. وتأجيل كأس أمم إفريقيا نهاية ديسمبر 2025 وبداية سنة 2026 يجعلنا يشهد موسم يعني مكتظ بالمباريات ومسابقات لاعبي الأفريقيا الذين يخوضون نهائيات كأس العالم للأندية، كأس أمم إفريقيا وكأس العالم صيف 2026 في ظرف سنة واحدة، ما يدفع دون أدنى شك إلى تأجيل يعني دورة موالية المقررة في كينيا وأوغندا وتنزانيا إلى شتاء 2028، وتواجد بعد ذلك نحو يعني تنظيم نهاية كأس الأمم إفريقيا مرة واحدة كل أربع سنوات ابتداء من سنة 2024 بالتناوب مع كل يعني مع كأس العالم للأندية كما خطط لها أنفانتينو في مراكش قبل ثلاث سنوات بالتواطؤ يعني مفضوح من الاتحادات الإفريقية تنفذ أجندة خارجية وسط صمت مريب للأسرة الكروية الإفريقية. هذه تاع ربع سنين هذه يروحوا لا يديروها خاطر على باش يبيتوا ويديروها في الصيف ويديروها في الصيف وقيلا ولا يديروها باش يبيتوا لي زوروبيا. لقد صارت كأس أمم إفريقيا بطولة قارية الواحدة التي لا تعرف موعدها ولا مصيرها رغم عراقتها وأهميتها حتى فقدت قيمتها والتي كانت عليها زمان ولم تعد مبرمجة في رزنامة الأحداث الكروية للفيفا رغم كل ما قدمته الكرة الإفريقية للعالم عبر التاريخ. شو كيفاش المهم احنا كيما يسهل عليهم او مكاش لي هدر شكون احنا من هدرو او غير الجزائر تهدر غدا ان شاء الله الجزائر اي تهدر الجزائر بصح انا يخرجوا من بعد يكونوا اعداء ارواحهم خليها كيما الناس هاي تلعب ناسهم يلعبوا الله يسهل عليهم يا خويا. هذه هي خويا على هذيك نقولوا بلي اليوم وين المنتخبات يعني المنتخبات اللاعبين الافارقه شكون اللي شكون غادي تشوفهم بالك تشوفهم هما برك اللي غبنوا تشوفهم ما نعرفش والله ما تنجمش تعرف خويا. هذه هي والله غالب هذه هي كرة قدم فيها بزاف ومن ولات نعقلوا عليها مليح كان عيسى حياته كانوا رجال في افريقيا واقفين نعقلوا مليح يعني وين تروبورتات يعني وين دول خرجوا بغاو يروبورتوها يعني هما دارت ودعمهم عيسى حياته صورتو تاع 2015 يعني داها الغينيا استوائية جاب لهم الطارطو شرالهم الغازو من اسبانيا وفرشوه في ظرف يعني خمس اشهر وقيله فرشوا داروا طاو طاو وعاونوا بالدراهم بالاموال كلش ونظموها في عامها في وقتها اللي داتها الكوت ديفوار. شوف كيفاش على هذيك نقولوا باللي الناس يعني تخدم سبحان الله الناس اللي تخدم الناس اللي ان شاء الله بربي يعاودوا خاطر هذا انفيرتينو راه يخمم على ابن عمو ما يخممش عليك انت يخمم على ابن عمو انفيرتينو يخمم على ابن عمو ما غادي يشوف لك نتايا الا غادي تنفعه ما تنفعهش. هذه هي على وين تجيب الرزنامه ما كاش حاجه كارثه.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو.